محمد حسني السيد مبارك، حسين كمال الدين إبراهيم سالم، علاء محمد حسني السيد مبارك، جمال محمد حسني السيد مبارك، لأنهم في غضون الفترة من عام 2000 حتى عام 2010، وخلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والأسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف. المتهم الأول اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العدلي وزير الداخلية وقتئذ والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخرى، بأن عقد العزم وبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم، ودهس بعضهم بالمركبات، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن الاعتداء، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم. فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدى هذه المظاهرات، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. كما اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى، هي أنه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العدلي وزير الداخلية وقتئذ في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار على النحو المبين بالوصف السابق. ب. اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العدلي وزير الداخلية وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار على النحو المبين بالوصف السابق. 2. بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39,759,500 جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم
مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة وهي محافظة جنوب سيناء للحصول على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد على 2 مليون متر مربع بالمناطق الأكثر تميزاً بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات. 3. اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول آنذاك والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة، على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم، السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة، وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والذي بلغت قيمته 2,319,675 دولارا أمريكيا مما رفع من قيمة أسهم شركته، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 4. اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، بأن اتفق مع المتهم أمين سامح أمين فهمي وزير البترول آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714,089,997 دولارا أمريكيا قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39,759,500 جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول نفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ الساحلية على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثالثة والرابع قبل وأخذ عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات
والبالغ قيمتها 14 مليون و39 ألف و500 جنيه مقابل استعمال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود. سمعت الاتهامات التي أسندها النيابة العامة إلي، فما قولك؟ كل هذه الكتابات أنا منكرها كاملا. أثبت أن كل هذه الاتهامات لم أرتكبها. المتهم الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك. أفندم تفضل قدامي. سمعت الاتهام المسند إليك من النيابة العامة، فما قولك؟ تماما أنكرها جميعا. المتهم الرابع جمال محمد حسني السيد مبارك. أفندم سمعت الاتهامات المسندة إليك، فما قولك؟ أنكرها كلها تماما. من حاضر مع المتهم الأول؟ ثواني يا أستاذ، ثواني يا أستاذ. من حاضر مع المتهم الأول؟ مين حاضر مع المتهم الثاني؟ الثاني من حاضر بالدفاع؟ من حاضر مع المتهم الأول؟ من حاضر مع المتهم الثالث؟ الرابع. سيادتك حاضر مع المتهمين جميعا عدا الثاني. المدعي بحق المدعي نبدا بهم. المدعي بالحق المدني يا سعاده الرئيس لينا طلبات. اتفضل. من حقنا برضك ان احنا نتكلم. حقك. اتفضل. حضر سمير محمود حلمي المحامي المدعي بالحق المدني عن نفسه وطلب وبصفته وكيلا عن السيد تامر محمد عباس وادعى مدنيا بمبلغ 10,000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وطلب التصريح له بسداد الرسم، كما طلب ادخال وزير الداخليه الحالي منصور العيسوي بصفته المسؤول عن الحقوق المدنيه، كما طلب تصحيح الاسم في كشف المصابين من سمير محمد حلمي طه الى سمير محمود حلمي طه.